بدنا نشوف معك عن اسباب القلق يلي بيشكل خطوره او عنده اذا بدنا نقول نواحي سلبيه على التلميذ. 100% في اسباب كثير مهمه مطلوب ناخذ بعين الاعتبار لحتى ننطلق منها، وبعدين نشوف العوارض ومن بعدها بنشوف ساعتها كيف بنقدر نخلي الولد او اللي بيكون مقبل على الامتحان، لانه مش شرط بس البروفي والترمينال، كل واحد عنده امتحان ممكن يكون عم يتعرض هيك، بالجامعه كمان في بيكون عندنا مشكله، ممكن اذا انت عم بتقدم على وظيفه يكون عندك امتحان لهيدي الوظيفه، سو بكل حياتنا نحن في عندنا دائما امتحانات. من هيك اذا بنبلش باول بوست اللي هو الاسباب، هيك بنكون عم نفهم اكثر وين بدنا اكثر ننتبه. من ضمن الاسباب عندنا خلينا نبلش هو الخوف. الخوف لأنه اليوم أنت وقت لما تخاف وقت لما تخاف من الامتحان كتير كتير، وبتكون بطريقة أنه أنت ما عم يعني كيف بدي أقول لك، بتكون قاعد عم بتفكر بشكل over thinking، بتصير أنت هون بتصير عندك قلق أكتر، وبتصير أنت ما عم تقدر تنفذ بطريقة أفضل. فاليوم الخوف كمان حتى الخوف اوكي منخاف شوي منقلق شوي، بس مش معناتها انه يسيطر على حالنا يسيطر على افكارنا، لانه الفكره الثانيه من الاسباب هي انك كمان كيف تحكي مع حالك. اليوم انت اذا كنت شخص دائما بتقول انا فاشل انا شخص ما بيطلع بايدي انا درست وما عم تزبط معي، هول الحكي بخلي الواحد يصير اذا ما عمل شغله بصير بيقول اها ما شفت انه كيف انا ما زبطت معي، فبتلاقيه دائما عنده هيدي الافكار السلبيه عن حاله. لا نحن المطلوب بهيدي هيدي من الأسباب القلق الزايد أنك أنت تكون عم بتفكر بطريقة كمان نيجاتيف، وهيدا الشيء طبعا ما بيساعد الواحد أنه يتقدم. ومن من الأشياء اللي كتير مهمة هي أسلوب الدراسة الخاطئ. اليوم كتير في تلاميذ ما بيكونوا عم يعرفوا إذا كانوا هن أوديتيف أو إذا كانوا هن خلينا نقول بالعربي إذا كانوا سمعيين أكتر أو بصريين أكتر. في ناس بتدرس عن طريق السمع أكتر. دراسة بالمدرسة فقط ولا بالبيت كمان؟ حتى بالبيت. اليوم نحن بهمنا أنه يكونوا، لانه سؤالك كثير حلو، بالمدرسه على الاستاذ والهيئه اللي عاده الاشخاص يلي هن بيعتنوا بالولد وبدراسته نعم. انه يكونوا عم يعرفوا ليرنينج ستايل تاع هيدا الولد ليقدروا يقدموا له الماده بطريقه افضل ليقدر كمان يؤديها بطريقه احسن. اذا كان في مشكله او خلل بهيدا النظام اللي هو عم بحكي طريقه درسه بيكون ساعتها من هيك عنده قلق اكثر، سو بالتالي ما حيقدر يعطي بطريقه مزبوطه نعم. وشغله كثير مهم اليوم هي كمان الأهل، ضغط الأهل يلي هو أحيانا بحطوا كتير توقعات عالية على الولد، سو هيدا الشيء بيعطي ضغط بريسيون، بتحس الولد إذا بدك تقله يعني مثلا بتصير بتقله أنا متأكدة إنك أنت حتاخد 100%، دايما عندهم توقعات عالية كتير كتير، سو هيدا الشيء بيسبب للولد هيدا الضغط، وبالتالي بتلاقيه إذا أثر بهيدا الشيء عم بحس حاله إنه بالمرة الثانية لأنه عم ينلام، بالمرة الثانية عم بيكون عنده خوف وقلق أكتر عم بيكون مسيطر عليه. ومن ناحية كمان اليوم الامتحان وقت لما واحد يعمله نحن دايما بنقول ما تقيموا التلاميذ يعني ما تقيموا أولادكم على علاماتهم، قيموهم وما تقارنوا كمان وما تقارنوا. هولي هلأ اللي حنكون عم نحكيهم بالأمور اللي كتير مهمة. اليوم كمان العلامة هي مجرد علامة بالنهاية، بس مش معناتها بتعطيك ابنك شو هو.